بقيامة السيد المسيح يفيض النور في القلوب بعد ظلمة موته، ومع فيضان النور تحدث أعجوبة تقوي أرواح المسيحيين وتبهجها، وهي تحدث بكنيسة القيامة المقدسة بمدينة القدس من كل عام، فينبثق النور المقدس من قبر السيد المسيح وتسمى هي المعجزة بفيض النور. خلونا نتابع هالتقرير. لك الإيمان فلك كل شيء، فبالإيمان نرى ما يراه الله، وبدونه نرى ما يراه الناس. وكم نحن في حاجة بهذا الزمن إلى الإيمان الصادق الذي يرتكز على جذور دينية بعيدة عن التعصب، تعتمد على الوقائع. المسيحيون بقيامة السيد المسيح من القبر في اليوم الثالث، ويحتفلون يوم السبت بسبت النور، فبقيامته يفيض النور في القلوب بعد ظلمة موته، ومع فيضان النور تحدث أعجوبة تقوي أرواح المسيحيين وتبهجها، تحدث في كنيسة القيامة المقدسة في مدينة القدس كل عام في عيد الفصح الشرقي الأرثوذكسي، حيث ينبثق النور المقدس من قبر السيد المسيح. تزدحم كنيسة القيامة المقدسة بعدد كبير جدا من المؤمنين من الجنسيات كافة منذ يوم الجمعة العظيمة بانتظار انبثاق النور المقدس. يقول بطريرك القدس الأرثوذكسي: أركع أمام الحجر الذي وضع عليه جسد السيد المسيح الطاهر بتقوى، وأواصل الصلاة بخوف وتقوى. هي صلاة كانت ولا تزال تتلى، وعندها تحدث أعجوبة فيض النور المقدس من داخل الحجر المقدس الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر. يكون هذا النور المقدس أزرق اللون، ومن ثم يتغير إلى ألوان عدة، وهذا لا يمكن تفسيره في حدود العلم البشري، عدا عن أنه لا يحرق، منه تضاء الشموع، ومن ثم يخرج البطريرك ويعطي النور المقدس لجميع الحاضرين، محاولين إيصالها لكل بلدان العالم من خلال الشاهدين على هذه الأعجوبة. بكل بساطة، إنها أعجوبة من عجائب السيد المسيح، والتي بدأت منذ أكثر من 2000 عام ولن تنتهي. وكلما كثرت الأعاجيب ازداد الإيمان، فالله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان الذي يركن جانبا كل حسابات البشر ولا يرى إلا الله في المشهد. يسعد صباحكم عن جديد. إن النهار إذا قيس بالليل بينهما فرق شاسع، وإذا كان كل يوم يبعث في قلوبنا فرحا وأملا بسر من أسرار الرب، فعيد القيامة يبشرنا بكمال جميع الأسرار وتمامها. وأي يوم مثل هذا اليوم؟ اليوم رح نتكلم ونحكي أكثر عن أسرار عيد القيامة وتسلسل الأحداث اللي سبقته وأدت لإله. أكيد رح يكون معنا بالاستديو الأب الدكتور شحادة عبود، صباح الخير. صباح والباحث النور. الديني غسان شاهين، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. المسيح قام. حقا قام. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير مرة تانية. شكرا. رح نبدأ من عند حضرتك أبونا. يعني كثير من الأسرار وكثير من الرموز سبقت قيامة السيد المسيح. دائما نبدأ يمكن بخميس الأسرار، الجمعة العظيمة، سبت النور، وأحد القيامة اللي نحن فيه اليوم، وبكرة كمان اثنين البعوث. خلينا نبدأ بخميس الأسرار. ليش سمي خميس الأسرار وشو دلالته؟ أكيد خميس الأسرار هو اليوم اللي تأسس فيه سر الكهنوت، اللي هو سر يلي من خلاله بتنعطى بقية الأسرار، وكمان سر الإفخارستية. هدلون سرين مهمين من الأسرار السبع في حياة الكنيسة، عشان هيك الكنيسة بتسميه خميس الأسرار، وهو اعتبار يوم مهم في حياة الكهنة المكرسين يلي عم يقدموا خدمتهم للرب وللشعب، وكمان
هو سر مهم بالنسبة للشعب يلي بيحتفلوا بعيد الإفخارستية، سر الإفخارستية الذي هو سر الشكر. تمام، يعني يمكن أبونا لهذا السبب بنشوف بهذا النهار بيقوموا الناس أكيد بعد حضور القداس بزيارة سبع كنايس، بيزوروا من كنيسة لكنيسة لحتى يصلوا ويدعوا لهذا البلد بالسلام. هي المراحل سيد غسان اللي هي سبقت أحد القيامة، هي لشو كانت عم بتحضر؟ يعني المراحل اللي سبقت حتى تنبؤ السيد المسيح بأنه هو رح يتم تسليمه ورح يصلب وسيقوم من بين الأموات، كل هي الخطوات. يعني أنا مطالعتي الشخصية بالموضوع كلياته تذهب بالمنحة التأملي. من الخميس إلى الأحد تلك الرحلة التي بدأت بالصلب وانتهت بالقيامة، التي بدأت بالصليب علامة الذل وانتهت بالقيامة علامة الفخر، التي بدأت بالآلام وانتهت بالفرح، التي بدأت باللا ثقة لأن التلاميذ أحبطوا حين اقتيد السيد المسيح ليمتثل أمام بيلاطس وبالنهاية يصلب، أحبط جميع التلاميذ، لكنه قال لهم سأراكم وحين أراكم ستفرحون ولن يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. السر في تلك المرحلة من الخميس إلى الأحد من الألم إلى القيامة، هذا هو الأمل، الثقة، الاعتقاد، بل الإيمان بأنه لو لم يكن السيد المسيح متصالحا مع ذاته إلى أبعد حد لما استطاع أن يتقبل مشيئة الله فيه ليموت على الصليب، لأنه كان على ثقة بأن من أماته على الصليب سيقيمه في اليوم الثالث. هذه الفلسفة خلينا نقول التي يحياها كل مسيحي في هذه الأيام، التي يحياها كل مؤمن، لأن كل مؤمن يعرف إن كان مسيحياً أو لم يكن مسيحياً أن بعد كل صليب هناك قيامة. هذا هو سر الحياة. كل ألم يمر علينا نحن في حياتنا عنا قناعة أن الله سيفرج هذا الألم. لذلك نحن نعلم أن سوريا التي صلبت على يد أولئك الجهلة، كما صلب السيد المسيح على يد أولئك الجهلة الذين لم يعرفوا كيف يتعاملوا معه كإنسان رائع، كإنسان أعطى للعالم حياة جديدة هي حياة الحب وحياة محبة، لم يستطيعوا أن يتقبلوها لأنهم كانوا جهلة. هذا هو الواقع الذي مرت به سوريا. أتى الجهلة وصلبوا سوريا، لكن كما قام السيد المسيح ستقوم سوريا. إن شاء الله يا رب. هذا هو إيماننا. إن شاء الله يا رب. وأيضا إذا بتصححوا لي معلوماتي، أيضا كما شكك بعض السوريين وبعض من هم خارج سوريا بسوريا وبالقيادة بسوريا، كمان كثير من الناس وأيضا من تلامذة المسيح شككوا فيه، وممكن بعض منهم أوشى به وسلمه وندم وهو على الصليب لاحقا. خلينا نحكي أبونا عن الجمعة العظيمة، جمعة الآلام لما اقتيد السيد المسيح على طريق الجلجلة، قديش في رموز ودلالات معنوية لكل الأتباع، أتباع السيد المسيح، وأيضا لكل اللي آمنوا فيه ولكن خافوا يحكوا، واللي آمنوا فيه جهارا أيضا. أكيد فكرة أولية حابب كمان أكد على الشك، مسيرة الشك في حياة الإنسان بتوصله إلى مكانين، إما للإيمان مثل ما صار مع القديس بطرس وديس توما، وإما إلى نكران الله. وهذا هو الخوف عند الإنسان، أن ينكر الله. الحرية بالنسبة لله، حرية الإنسان بالنسبة لله هي شيء مقدس ما ممكن ينزعها عن الإنسان، وهذه الحرية عند الإنسان هي حرية مسؤولة. مشان هيك الله قبل أن يسلم عن
يد إنسان، قبل أن يهوذا يسلمه بحريته، لأن يهوذا قبل ما عرض عليه اليهود واستلم 30 من الفضة مقابل تسليم السيد. يعني هي الأحداث أبونا قديش يعني تقارب الأحداث اللي نحن هلأ عم نمرق فيها، قديش في ناس باعوا الوطن عن جد بكل ما للكلمة من معنى، باعوا الوطن، باعوا ضمائرهم، باعوا يمكن حتى كرامة الإنسان السوري. ولكن مثل ما بنقول نحن دائما بنرقد على رجاء القيامة، الرجاء وكلمة الرجاء باللغة المسيحية إذا فينا نقول أو بالمفهوم المسيحي شو بنقصد فيها؟ أكيد أكيد الرجاء هو أنه أنا أتمنى شيء جميل، شيء جيد، أتمنى أن يكون حدث معين في حياتي حدث جميل أو جيد مفرح. والرجاء الإنساني هو الرجاء يلي نأمل شيء لم يتحقق بعد، وهذا ما يدغدغ رغبة الإنسان. أما بالنسبة للإيمان المسيحي، الرجاء هو أن نرجو شيء قد تم، لأن القيامة قد تمت، محبة الله قد تمت للإنسان، إعادة إعطاء كرامة الإنسان من الله قد تمت. لنذكر في عيد الميلاد الله قد بشر الرعاة، والرعاة هم الأشخاص المهمشين بالنسبة للشعب اليهودي، وكذلك في القيامة أعلن قيامته للنسوة، ونحن نعلم جيدا بالنسبة للعقلية اليهودية أن نسائهم نساء مهمشات من جهة الشهادة، يصح شهادة شاهدين، ولكن حتى لو كانت نساء العالم كلهن لا تقبل شهادتهن في المحكمة. لهذا الله قد أعطى من جديد هذه الكرامة، أطفى الكرامة الإنسانية على المهمشين والذين هم خارج المجتمع، وهذا ثمر من ثمار القيامة، بأن يدخل الإنسان في التاريخ الخلاصي، وكل إنسان حتى لو كان مهمشا. وعلى ما أظن بأننا في سوريا ندخل كل إنسان سوري حتى لو هو أراد أن يهمش وطنه، أن يبتعد عنه، أن ندخله من جديد، لأن حب الوطن يبقى بذرة كما بذرة القيامة في قلب الإنسان المؤمن. تمام. أيضا من الأمور اللي ساعدت على الرجاء وقوة الرجاء من بعد الجمعة العظيمة هو سبت النور لما فاض النور من قبر السيد المسيح عليه السلام. فيض النور بالكنيسة بيت لحم بفلسطين، شو له دلالات؟ شو هاي القصة؟ هل هي موثقة فعلا؟ هل في شواهد عليها؟ وبشو بترمز؟ قبر السيد المسيح لم يكن قبرا عاديا، قد يكون من حيث المبدأ من حيث الشكل قبر عادي، لكنه اتصف بالاستثنائية لأنه احتوى جسدا لا تسعه السماوات، احتوى جسدا فاق بنوره نور الشمس، ففوض النور من ذلك المكان يوم سبت النور هو دلالة متكررة منذ آلاف السنين. نحن نتكلم عن حدث يمر سنويا منذ آلاف السنين، من قيامة سيد مسيح الأولى في العام 33 ميلادي إلى الآن، كل يوم سبت النور يفوض نور السيد المسيح من هذا القبر. الحدث يجب أن نقنع أنفسنا ونقتنع بأنه حدث عجائبي، والنور نعرف أنه فعلا حدث عجائبي، لأن كل الحضور يتهافتون لإيقاد شموعهم من ذلك النور. صحيح. حتى أن الكنيسة في صلواتها الفصحية تبدأ صلاة الفصحية بترنيمة هلموا خذوا نورا من النور الذي لا يغرب، لأنه نور لا ينطفئ. أنا بدي أرجع شوي معكم لمشاهد أستقرئ فيها أنا وياكم، طبعا مع المشاهدين، نستقرئ سوية مجموعة من المشاهد التي وردت في الإنجيل ونسقطها على حياتنا. تفضل. الأسبوع الماضي صار معي حدث أنه في ست
كبيرة لقيتها بالطريق، أشرت لي، قلت لها أهلا وسهلا، طلعت معي بالسيارة ولفت لها نظرة الصليب يلي معلق بسيارتي. قالت لي إذا كنت مؤمنا بالحرف، إذا كنت مؤمنا فقل لي ماذا يعني هذا الصليب. فقلت لها بكل بساطة محاولاً أن أبسط الأمر لكي يلتقي بفكر ما في عقلها، فقلت لها بكل بساطة الاتجاه الشاقولي هو اتجاه التقاء الأرضيات بالسماويات، أما الاتجاه الأفقي فكأن السيد المسيح احتوى العالم بيديه عندما كان مصلوباً. هذا مشهد. المشهد الآخر، السيدة العذراء على قدمي السيد المسيح أمام الصليب، وبجانبها التلميذ الذي كان يحبه واسمه يوحنا. وفي ذلك المشهد نظر السيد المسيح إلى التلميذ الذي كان يحبه وقال له هذه أمك، ونظر إلى تلك السيدة العذراء وقال لها يا امرأة هذا هو ابنك، وكأنه أعطى العالم كله بشخص يوحنا للسيدة العذراء. مشهد ثاني. المشهد الثالث، المريميات الثلاث اللواتي اتجهنا ليطيبنا جسد الرب، جسد السيد المسيح في القبر، لأنهن لم يستطعنا بسبب ضيق الوقت أن يطيبنا جسده قبل أن يدفنه، فتهافتنا الثلاثة ليطيبنا جسد السيد المسيح. المشهد الرائع جدا، المبدع جدا، الجميل للغاية، أن النور الذي فاض من ذلك القبر تمثل لهن ملاكا سائرا إياهن ماذا جئتن تطلبن؟ الحي بين الأموات. الحي بين الأموات؟ إنه ليس هنا، لقد قام. هذا مشهد ثالث. والمشهد الرابع، السيدة مريم المجدلية التي التقت به لكنها من لهفتها لم تعرفه، فقالت له يا سيدي، وظنت أنه البستاني، فقالت له يا سيدي إن كنت قد أخذته إلى مكان ما فقل لي لأذهب لأجده، فقال لها اذهبي إلى بطرس وهو يقول لك ماذا تفعلين. وهذا المشهد هو المشهد الختامي في مشهد القيامة الذي هو اذهبي إلى العالم، ليس فقط إلى بطرس، وقولي لهم أنني سألتقي بهم في الجليل، هناك لقاؤنا، من الجليل سينتشر النور العظيم، نور الإيمان المسيحي إلى العالم. هذه هي مسببات علاقتنا في سوريا بالجليل. الجليل، هذا الجليل الذي ينتشر منه الإيمان المسيحي إلى العالم كله. تلك المشاهد هي ليست مشاهد تمثيلية، هي مشاهد واقعية مرتبطة إلى أبعد حد بالعمق المسيحي وباللاهوت المسيحي وبالفكر المسيحي وبالإيمان المسيحي، لأننا إن لم نؤمن بتلك المشاهد المتكررة ونسقطها على حياتنا فلا أساس ولا معنى لإيماننا. صحيح. يعني انتقلنا معك عن جد سيد غسان بتسلسل إذا فينا نقول رائع من يمكن الأحداث اللي جرت بهذا العيد، ووصلنا لأحد القيامة، أحد الفصح اللي كل الناس بتكون ناطرته من بعد فيض النور من قبر السيد المسيح. قدديس أحد عيد الفصح أبونا، إذا فينا نحكي عنه قديش مهم حضور الناس لهي القدديس، قديش مهم مشاركة الصلاة مع الآخرين، إنه الإنسان يمكن ما يصلي حتى بشكل فردي. أكيد إذا بدنا نرجع تاريخياً كان دائماً القانون الكنسي بيحث المؤمنين على أنه يمارسوا سر الاعتراف وسر الإفخارستية، حضور قداس إلهي أقله مرة بالسنة. كان القانون الكنسي يحبذ ويحث المؤمنين على ذلك، ولكن أهمية هذا الأسبوع الذي تعيشه الكنيسة ويشارك به المؤمنين هو أسبوع لكي يستعيد الإنسان كل تاريخ الخلاص، لكي يستطيع أن يجدد نفسه، وكأن القيامة هي ميلاد جديد للإنسان، لأنه كما خلق الله النور في بدء التكوين كذلك بزغ نور القيامة من القبر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الأخرى هي أن
الصلاة الجماعية هي صلاة قوية، وهذا ما نؤكد عليه في الكثير من العظات، وهذا ما يعيشه المؤمنون في كل أنحاء العالم، وخصوصا عندما تكون هناك الصلاة الجماعية هناك صلاة قوية، لأن كل إنسان يسند الآخر وينزع من قلبه الشك ويوسع قلبه ليكون المسيح حاضر، وهو الذي قال حيثما كان اثنان أو ثلاثة باسمي أمنحهم ما يسألون. ونحن كثيرون نسأل باسم يسوع، نسأل لأجل حياتنا الشخصية، لأجل حياة بلدنا، لأجل السلام، لأجل المقيمين على هذا البلد، لأن يكونوا في خدمته. ولا ننسى بأن السيادة هي خدمة، والخدمة هي دائما في المحبة، لهذا تكون خدمتنا مميزة في هذا البلد وفي كل بلد وفي أنحاء العالم، لأن الرسالة الإلهية هي رسالة شاملة، لا يمكن أن تكون المحبة محصورة. أريد أن أتابع فكرة الأستاذ غسان، وهناك مشهد أيضا في القيامة، مشهد دحرجة الحجر عن باب القبر. لا يمكن للمحبة أن تكون محصورة في قبر، في مكان الموت. المحبة هي محبة منفتحة، فإن كانت هي محبة مغلقة على ذاتها ومنغلقة فهي محبة أنانية، ولا تكون بمحبة، تكون محبة مرضية. أما عندما تكون المحبة محبة منفتحة، أي قد كسر هذا الحجر، قد دحرج هذا الحجر عن باب قلب كل إنسان، كل قلب قاس لا يشعر بمعاناة الآخر وحاجته وما إليه في حياته، فهو إنسان مائت داخليا، لا يستطيع أن يقوم، أن ينهض هو نفسه، ولا يستطيع أن يقيم غيره. من أجل ذلك المحبة، محبة الله هي محبة متفجرة، هي محبة شاملة، محبة منفتحة على الآخر. لذلك الله قد ترك علياء ونزل إلى الأرض، كما تنزل حبة الحنطة، هذه الحبة التي تنزل إلى أسفل أسافل الأرض لكي تنمو، وتنمو منها الحياة، تبرعم وتعطي ثمرا كثيرا. كذلك الله قد نزل، نزل على الأرض، لا بل نزل إلى أسفل أسافل الجحيم لكي ينهض الإنسان القديم آدم، الذي فقد حالة النعمة في حياته في الفردوس مع الله، وأعاد لنا هذه الكرامة الإنسانية بأن نكون أصدقاء يسوع، بأن نكون كما يقول القديس بولس أهل بيت الله، نحن من بيت الله. لأجل ذلك نحن مدعوون أن نفجر هذه المحبة، هذه المحبة الخلاقة، المحبة النورانية، لتجعلنا أشخاصا نؤمن بأن القيامة حقيقية، ولذلك نقول ونترجى قيامة الموتى والحياة الأبدية، هذه الحياة النورانية التي سنعيشها، ونحن متأكدون أنها موجودة وسنعيشها يوما ما إن شاء الله. يعني لا يمل من الحديث، وأكيد يمكن الحديث عن هذا الموضوع يمكن بيحتاج لفرد حلقات، مو بس يمكن وقت كتير قليل. أتشكر كتير وجودكم معنا لليوم وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتوا لنا إياها، الأب الدكتور شحادة عبود والباحث الديني غسان شاهين، شرفتونا وينعاد عليكم. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله كل سنة بنشوفكم. كل عام وانتم بألف خير. شكرا للروحانيات اللي حطيتونا فيها، وفعلا نحن بحاجة كتير بشكل يومي، مو بس من كل فترة وفترة، لنا انه نحس انه الله على طول معنا، ونتأكد 100% انه نحن مقبلين لقيامة فعلا حقيقية ان شاء الله يا رب تكون قريبة. آمين. جدا. آمين. مشاهدينا اسمحوا لي فضل. قبل ما نروح للمشاهدين بكلمة سريعة، تفضل. لابد في هذا اليوم من ان نوجه عبر شاشة سما التحية والتهنئة والتبريكات لرئيس الوطن ولأسرته وللأسرة الكبيرة التي يتألف منها جيشنا العربي الباسل، وما يقدمه فعلا محققا قول السيد المسيح: ليس هناك حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن من يحب. والسيد الرئيس نقدم له التحية والتهاني والتبريكات ولأسرته، متمنين السلام الدائم والنصر والفخر
لسوريا في الأعوام القادمة. آمين. إن شاء الله يا رب. كل عام وكل السوريين اللي عم يتابعونا بألف ألف خير. مشاهدينا إن شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير والمحبة والسلام. لما نسأل كل حدا بالشارع يمكن رنا بيقلنا هاي العبارة المشهورة وبيتمنى قيامة فعلا حقيقية لسوريا ولكل العالم. رسائل كثيرة وأمنيات طالعة من قلوب السوريين بدمشق لتوصل لكل حدا غالية على قلوبهم.